محكمة دلك كينيا أيام مرة بعد وحي محكمة صو صارتي فهيمة قوشة ريان بچاج يقبدي لوني يهيبو و ايدي محكلة دواني لغسو ايدي مركي هوريه دعوات دي هوريه بيشي تضبات فهيمة قوشة يقبدي هيبو اللي يرادة أيام محكمة صو صاري هالك ريان بچاج اي ورقات حانونا اي كو مقنايد هاسي اهاتي محكمة دو مرة بعد ريان بچاج وا اي جوكتا سيدة سورادة اي وربحنا دي كان موقضة بيج كان نيوز كينيان اي وحول بكيه ليسا وحكاية كردعوطان ومحكمة خسية يعني دولة خسية ريان بچاج مرك يفهيمة قوشة وحلوه ايدي يقبرد كلابة دل اني سياسيين حرير لليهين واي العق بحيان لالوشي وحنو عاسة طبعا كون قاريسة سيدو كله وحلوه ايدي ارمو لحريرة وطنكا شوح شرعي دراء اني سوء اديك سيدين اما اي سوء قليين او لغو قطي ارموهان واواوينك حالة دواي حنطاي كان يوحي نقطي بحالة قلين هاسي اهاتي دولت باكا جرتيئي ويلاشي كوفسيقا جيستي ايا سيدو كاليه محكمات اياقنا سانو كاليه عدين توضا وحوضا لوصو ساري دونا حالة دا قبدا هاسي مسهلنا باسا بوردي شرعيه دي كلو والاقا قادي دلكا كما بيحي كران حبسي قوري بالاقلياه هادي وحل فهمو هايو محكمات دا مريان حبسيقا لوردان دعيا كدبا محكمات دا لصو ساري